ومثل العلم لن تلقى خليلا، وأهل العلم نعم الأصفياء. بما جاء في المراء، قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا عقبة بن مكرم العمي البصري، حدثنا ابن أبي فديك، قال حدثنا سلمة بن عردان الليثي عن أنس بن مالك، حدث ضعيف، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة، ومن ترك امرأة وهو محق بني له في وسطها، ومن حسن خلقه بني له في علاها. قال: حديث كان معه صحيح لكن حديث ضعيف. لذلك قال الإمام العلم: وهذا الحديث حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث سلمة بن وردان عن أنس. وقال: حدثنا فضالة بن الفضل الكوفي، حدثنا أبو بكر بن عياش عن ابن وهب بن منبه عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بك إثما لا تزال مخاصما. هذا أيضا فيه ضعف. وضعف الترمذي قال: هذا الحديث حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال: حدثنا زياد بن أيوب البغدادي، حدثنا المحاربي عن ليث وهو ابن أبي سليم، وهو متفق على ضعف، وإن كان بعضنا قال لا هو مختلف فيه صح. عن عبد الملك عن كريمة لكن يأتي الله ضعف. عن ابن عباس عن ابن سليم قال: لا تماري أخاك ولا تمازحه، لا تعد ولا تعد موعدة فتخلف، ولا تعد موعدة فتخلف. قال عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرف أن هذا، بل حديث غريب ليث بن أبي سليم ضعيف على الراجح الصحيح. أما مسألة المراء هو جدال، والجدال جدالا، جدال بالحق وجدال بالباطل. الجدال بالحق أن تجادل أهل الكتاب، بالحق أن تجادل أهل النفاق بالحق، بالحق أن تجادل من خلافك علميا بالحق. قال الله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وإلا الجدال لإظهار الحق مطلوب مأمور به، بل هو واجب مرغب فيه. والجدال بالباطل وهو الجدال الباطل والذي يطمس فيه الحق ولا يريد فيه أن يصل إلى الحق، ولكنه يريد التعالي أو السلطان أو الوجاهة أو المكانة أو القبول عند الناس. وهذا من أسوأ الناس، ولذلك الله تعالى يجره جرا ويؤتى بنقيض قصده، فدائما المرائي أو المنافق يؤتى بنقيض قصده. ولذلك قال مثلا: من ترك الكذب وهو باطل بني له في ربض الجنة. طبعا الكذب، تعلمون أن الكذب من أسوأ صفات المنافقين، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، والفجور لا يهدي إلى النار، ولا زال عبد يكذب واتحرى الكذب حتى يكتب أن الله كذب. وترك المراء الباطل، الماء الباطل كما قلنا فيه أمور عظيمة جدا تستلزم منها، أولا فساد القلوب، فساد ذات البين. لا يمكن أن يكون هناك وفاق ويكون هناك محبة مع التنازع والتناحر والتدابر والاختلاف. والجدال الجال يورث القلوب الأحقاد، ويجعل النفرة بدل القبول بين المؤمنين والمؤمنات. فهي المسألة عظيمة في هذا الباب. لذلك المراء وعكة عظيمة على هذه الأمة. والمجادل ترى كان طاع حسين له خصلة من صغري خالف تعرف، يخالف حتى عرفوه بالمخالفة، خالف تعرف. وهذا كما قلت في نوع نفاق، والمنافق يؤتى بنقيض قصده. ومن حسن خلقه، أنه لم يكذب، ومن حسن خلقه أنه لم يماري، لم يجادل. في الحديث الثاني: كفى المرء إثما أن لا يزال مخاصما، يعني يخاصم على الباطل. النبيل الحق هو الذي يقول: أرجع ولأن أكون ظالما في الحق خير من أكون رأسا في الباطل. هذا النبيل الحق. ولذلك قال ابن عيينة: أطلب النبيل عند ثلاثة، أن يتعلم ممن هو فوقه، ومن هو دونه، ومن هو قريب له. فإذا جاء الحق خضع، وإذا جاء الحق نزل. وهذا كان سبب الرئيس في إسلام سعد بن معاذ عندما جاء لصهيب وقال له: لو تركت مجالسنا وأتاك من يريدك منا ولا تغشانا في مجالسنا. فقال له أو غير ذلك، قال: ما تريد؟ قال: أن تسمع
فإن أعجبك فالحمد لله هذا الذي نبتغيه، وإلا فنفعل ما أمرت. قال قد أنصفت. شوف فطرة سليمة، أخلاقيات راقية، انسيابية تامة. فقال قد أنصفت، فجلس فاستمع فأسلم، وجعل الجميع أسلموا بعده. لذلك قال كفى بك إثما ألا تزال مخاصما. يا رجل ارجع، عندما يظهر لك الحق قل نعم الحق ظهر، أنا مخطئ، أنا مخطئ، الحق ظهر. وهذا الذي قلنا للإخوة جميعا، يا أخي الفتوى مش علمات، مش مهم المسألة، مش هريسة، لكن أنت عندك علم تردها ردا علميا، يبقى لابد أن نقول سمعنا وأطعنا. ما عندك يبقى السكوت أولى لك من شيء من الكلام، وهذا أفضل لك في هذا الباب. ولذلك قال لا تماري أخاك ولا تمازحه ولا تعود. طبعا لا تمازحه يعني بالكذب، وإلا فإن الإنسان كان يمازح، يعني هذا عموم عام مخصوص، وإن الإنسان كان يمازح يا أبا عمي، وقال للمرأة عجوز لا يدخل جنة امرأة عجوز، فهذا كله ممازح. لكن لما قال له يا رسول الله إنك تداعبنا، استحياء ما قال تمازحنا إنك تداعبنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال لكني لا أقول إلا حقا، لكني لا أقول إلا حقا في هذا في المزاح. نعم. ثم انتقل المصنف إلى باب آخر، قال باب ما جاء في المضاراة. حدثنا أبو عمر، حدثنا سفيان عن عيينة بن محمد بن مكادر، عن عروة بن زوال، عن عائشة رضي الله عنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا عنده، فقال بئس ابن العشيرة أو بئس أخو العشيرة، أظهر فسقا، أظهر جبروتا، قال بئس أخو العشيرة. ثم أذن فألان له القول، فلما خرج قلت يا رسول الله قلت له ما قلت، ثم ألنت له القول. فقال يا عائشة إن من شر الخلق من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فرش. هذه فيها مسائل كثيرة جدا. شوف سبحان رب العالمين، أعوذ بالله من غضب الله، أعوذ بالله من غضب الله. هذه فيها مسائل كثيرة. المسألة الأولى حسن خلق النبي، لا يواجه أحدا بما يكره، حتى ولو كان فسقا لا يواجهه بما يكره، وهذه من تمام حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والثانية، هذه الأولى، والثانية في هذا الباب، وهي لا غيبة لفاسق. ولذلك قال بئس أخو العشير، وذمه أمام الجميع، وهذا ذكر أخاه بإيش؟ بما يكره، لكن لما كان فسقا مجهرا قال له ذلك بئس أخو العشير. وهنا أيضا مسألة مراجعة المغضوب الفاضل شريطة الأدب، قلت ما قلت ثم أنت له الكلام، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم ما بين من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه. وهذا الدلالة واضحة جدا على أن أسوأ الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه، وهذه علاقتها بالمدراء، لأن المدراء إعطاء الدنيا للحفاظ على الدين، ومن المدراء أيضا أن تهش وتبش في من يكسر فسقه أو خطأه أو خطره، فأنت توادعه من أجل أن تحفظ نفسك عنه. هذا من شرار الخلق عند الله جل في علاه. الفوائد المستنبطة: جواز المدراء دون المدهنة، أنا عايز كتاب يا شيخ، الناس هنا عايزين كتاب. خلاص الحمد لله. كتاب، تعرف كتاب لمن؟ كتاب للحكم حافظ الحكم. الفرق نعم، أخذنا الفائدة الأولى صح. هو الفرق بين المدراء والمدهنة، المدهنة إعطاء الدين من أجل إبقاء الدنيا، هذه المدهنة. إحنا سألنا الشيطان العظيم، ومن المسائل العظيمة هو إزالة الإلباس عند طالب العلم من المعلم.
فلما قالت عائشه فعلت قال صلى الله عليه وسلم ان من شرار الخلق من ترك اولياء الناس او ودعه الناس اتقاء فحشه، ومن الفحش ما يتعدى فيه المرء على الغيب من ظلم وطغيان وكبر وانفه وغير ذلك من التعدي على الناس. الفوائد المستنبطه: اخسر الصفات عند اهل الايمان المراء، جواز المدراء بالحفاظ على الدين والحفاظ على أيضا الدنيا. جواز مدراء من يتقى فحش، جواز مدراء من يتقى فحش. من جمع خصلتين فالنار أولى به، من جمع بين الكذب والمراء فالنار أولى به. لو في أسئلة تفضلوا، وإلا يبقى إن شاء الله في الليل نأخذ أبواب أخرى لعل الله هنا أيضا الترمذي يعني. يقولون ما معنى عام مخصوص؟ يعني عام دخله الخصوص، قال ان الناس جمعوا لكم عام دخله الخصوص، وحل الله البيع وحرم الربا. طيب دخله الخصوص بالنهي عن الملامسه نعم، وبيع الحصاد. احسن الله عليك. كذب النوايا هو نفاق؟ نعم. هل كذب النوايا نفاق؟ طبعا كذب النوايا رياء ورياء نفاق، كذب النوايا رياء ورياء نفاق. وأسوأ الناس عند الله من يخادعهم بذلك، يخدعه الله جل وعلا. طيب شيخنا تقول: أنا خالي غير مسلم، هو أكل من ظل لي من ظل لي من إخوة الأمم، وهو مهاجر وأتواصل معه على المسنجر، وأود أن أرسل له فيديوهات عن الإسلام. نعم. لكني أخشى أن يحزن أو يزعل وما يحكي معي مرة. لا لا، افعلي ذلك، افعلي، ولو لامك اسكتي وبعد كده افعلي. لا تتركي، لعل الله ينقذه من النار بك، هذا يخلد في النار، لعل الله ينقذه من النار بك. اي نعم، ده صحيح، ده صحيح، رضي الله عنك. اذا مع ان شاء الله ان شاء الله ناخذ الترمذي باذن الله بابواب اخرى باذن الله تعالى. جزاك الله خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، واجعل عملك صالحا واجعل وجهك خالصا واجعل احمد شيء. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم،
وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم فإن الهموم بقدر الهمم.